السلام عليكم ورحمة الله أصدقائي، كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله الكل يكون بخير. أصدقائي، اليوم طبعا رح نشرح تطبيق رائع جدا لشركة موثوقة ألف بالألف. أصدقائي، مثل ما حكيت، يعني والله العظيم أي تطبيق، يعني عم أحلف وأنا ما بحلف بأي حالة، أي تطبيق أو أي موقع عم أنشره على القناة فعم أتأكد منه ألف بالألف إنه يكون يدفع لحتى انشره. اوكي اصدقائي، طبعا هاي لشركه صينيه، هاي الشركه الصينيه بتعطي بطاقات جوجل بلاي. اوكي اصدقائي، هاي بتعطي بطاقات جوجل بلاي. اذا بتذكروا اصدقائي، طبعا الاشخاص اللي من زمان بيشتغلوا بمجال الربح، كان في تطبيق اسمه لوكي فيشنج، صيد اسماء. هذا التطبيق كان دفيع بشكل رهيب جدا، دفع لاغلب الناس، لكن بعدين التطبيق توقف على متجر جوجل بلاي. الشركة نفسها رجعت طالعت حاليا تطبيق مشابه لهذاك التطبيق. طبعا أصدقائي، التطبيق بهي الواجهة رح يطلع معكم، يعني رح ندخل بشرح التطبيق بإذن الله بشكل مفصل. أوكي أصدقائي، طبعا أول شيء نحن رح نشوف خانات السحب، فرح نضغط هون على هاي الرسالة. ركزوا معي أصدقائي، أنا وين رح أضغط؟ راح اضغط على الرساله هي اصدقائي. بعد ما اضغط على هالرساله هون راح احط كود دعوه. طبعا اصدقائي، انتم مو مضطرين تحطوا كود دعوتي، حطوا كود دعوه اي شخص بدكم اياه، يعني انا ما عندي اي مشكله. اوكي اصدقائي، يعني مثل ما حكيت، اللي بحط كودي جزاه الله خير، واللي ما بحط كودي كمان جزاه الله خير. اوكي اصدقائي، هون عندك طبعا عن طريق دعوه الاصدقاء 100 صديق، 200 صديق، 450 صديق، 700 صديق، 1200 صديق. طبعا اصدقائي هاي مالنا فيها، يعني انتو مالكم فيها طبعا، لاني انتو راح تدوروا فقط على الربح. اوكي اصدقائي، على مجال الربح. فاصدقائي هون الخانة الاساسية، يعني راح تدخل على البايبل، قال لك 200 دولار بايبل كاش، او طبعا هاي كمان انسوها لاني صعبة التجميع. لكن اصدقائي انتو راح تدخلوا هون على هذا الخانة يلي هون، على بطاقات الجوجل بلاي. اوكي اصدقائي، على بطاقات الجوجل بلاي. أصدقائي مثل ما شايفين هون، في عندكم بطاقات جوجل بلاي. أوكي، يعني مثل ما شايفين هون عندكم 180,000 نقطة بيساو 5 دولار جوجل بلاي. هون في عندكم 10 دولار، وفي عندكم 50 دولار، وفي عندكم 100 دولار. طبعا نحن بلزمنا بطاقات ال5 دولار. أوكي أصدقائي، هون يعني طرق السحب رائعة جدا، ومثل ما شايفين هون أصدقائي عم يعطوكم هذا العداد، يعني هذا الرصيد يلي أنت بتقدر تجمعه من التطبيق. أوكي أصدقائي، طبعا رح نتوجه للخانات الثانية بالتطبيق. هون إذا بدك ترقي على حساب فيب، أوكي أصدقائي، طبعا إذا بترقوا على حساب فيب أنتوا رح تاخذوا بطاقة جوجل بلاي بقيمة 1 دولار. يعني مثل ما شايفين هون بقول لك سجل الدخول لمدة 30 يوم، خذ بطاقة جوجل بلاي. طبعا هاي بطاقة جوجل بلاي سحب فوري، مثل ما حكيت أصدقائي سحب فوري، يعني هاي البطاقة ما بدها أنه أنت والله يعني تدعي أصدقاء أو كذا، لا، سحب فوري. مجرد ما أنت تدخل بالفيب، يعني تسوي نسخة فيب، يعني هون مثل ما شايفين طالبين مني 24 ليرة تركي، وبعدين ارباحك بتزيد ضعف، زائد انه بتاخد رصيد بايبل. طبعا اصدقائي كمان نحن ما لنا مصلحة، نحن بدنا بطاقات جوجل بلاي، يعني مثل ما طلبتوا بدكم بطاقات جوجل بلاي، بدكم بطاقات جوجل بلاي. اوكي اصدقائي، ان شاء الله هذا التطبيق راح يفيدكم بشكل كبير جدا جدا. هون اصدقائي عندنا الكؤوس مثل ما شايفين هون، مهمات. طبعا بتخلصوا هدول المهمات وبتاخدوا جواهر، هدول الجواهر راح تحسنوا تبدلوهم ببطاقات جوجل بلاي. أصدقائي طريقة العمل عفوا على التطبيق سهلة جدا، راح تضغطوا على بهذا الشكل على القارب، وراح تصطادوا سمك. طبعا أصدقائي هون هذا السمك الملون، أنتوا بتحسنوا تصطادوا هذا السمك الملون، وبتقدروا تصطادوا كل شيء. طبعا راح نضغط على كوليكت، أخذنا نحن رصيد بايبل. ومثل ما شايفين هون أصدقائي، يعني بيعطوكم كمان مجوهرات، يعني كل ضربة سمك راح تاخذوا منها مجوهرات. طبعا اصدقائي نحن راح نحاول انه نصطاد سمك ونشوف. مثل ما شايفين اخذنا نحن حاليا بس عملة الذهب. طبعا عملة الذهب شو بتستفيدوا منها اصدقائي، واخذنا مجوهرات مثل ما شايفين اصدقائي، يعني كل ضربة راح تاخذوا فيها مجوهرات. طبعا لازم ترقوا هدول، راح نضغط على كوليكت. مثل ما شايفين صار عندي 6 دولار. طبعا لازم ترقوا هدول اصدقائي وترقوا السنارة، وكل ما بترقوا اكثر كل ما بيزداد عندكم رصيد البايبل، وبيزداد الليفل عندكم اكثر واكثر. طبعا اصدقائي مثل ما شايفين انا حاليا عم ارقي، يعني مثل ما شايفين انا جمعت 10 دولار بايبل. لكن طبعا اصدقائي يعني التطبيقات بشكل عام، يعني بشكل عام
اول ما تلعب فيهم فبيعطوك رصيد بايبل بشكل كبير، بعدين بصير صعب. يعني لتوصل ال200 دولار بايبل فبدك وقت يعني شوي، وبدك تعب كتير لتقدر توصل ال200 دولار. يعني مثل ما شايفين راح نضغط على كوليكت، راح نشوف اذا راح يعطونا مجوهرات. مثل ما شايفين اعطونا مجوهرات، طبعا راح نضغط على كوليكت. نحن مثل ما شايفين صار عندي 2000 جوهرة. يعني اصدقائي التطبيق ما بيعتمد نهائيا على الاحالة، طبعا الاحالة بيعتمد عليها بالنسبة للرصيد بايبل، اما بالنسبة لرصيد الجوجل بلاي فما بيعتمد على الاحالة، بيعتمد على المجوهرات والليفل الخاص فيك. مثل ما حكيت اصدقائي، كل ما كان الليفل اللي عندكم اعلى كل ما انتو بتاخدوا طبعا الرصيد اكتر. اوكي اصدقائي، يعني مثل ما شايفين هون نحن عم نصطاد رصيد بايبل وعم نصطاد سمك. يعني مثل ما شايفين هون انا راح اضغط على نو ثانكس، يعني كل ضربة اصدقائي كل ضربة بتضربوها فانتو راح تاخدوا رصيد بايبل او عفوا او جواهر من هذه الضربة. يعني بتاخدوا جواهر وبتاخدوا رصيد بايبل، فانتو بتاخدوا شغلتين سوا، رصيد بايبل وجواهر. طبعا الجواهر مثل ما حكيت تستبدلوها ببطاقات جوجل بلاي. اوكي اصدقائي، وهي الشركة طبعا اصدقائي والله شركة رائعة جدا وشركة صادقة 100%. مثل ما شايفين هون هذا السنارة اللي عنا، شو راح نستفيد منها؟ راح نضغط على كوليكت. بعتذر اصدقائي، طبعا انا بعاني من مشكلة بالانترنت، يعني مشكلة رهيبة بعاني بالانترنت انا اصدقائي. بصراحة هاي المشكلة اللي بعانيها من الانترنت، يعني مشكلة بصراحة اصدقائي، يعني مشكلة مسببت لي عقدة هي الانترنت. عندي الانترنت يعني بشكل ضعيف جدا. يعني مثل ما شايفين نحن زدنا العمق هون، راح ناخذ من هذا السمك الملون ونشوف ايش قد راح ناخذ. يعني مثل ما شايفين اخذنا 802 من هاي العملة، راح نضغط على كوليكت وراح ناخذ بعدها مباشرة جواهر. اوكي اصدقائي، كمان راح نضغط على كوليكت وراح نضرب هاي الجواهر بثلاثة. طبعا كل ما بتضربوا الجواهر بثلاثة كل ما بتزيد ارباحكم. يعني اصدقائي والله طريقة اللعب على هذا التطبيق سهلة جدا وما بتحتاج منك اي تعب، ما بتحتاج منك اي شيء، فقط يعني لازم تعطيها بعض الوقت وبعض الجهد، بعض الوقت وبعض الجهد مشان تربح من هاي اللعبة. يعني بامكانك تسحب بطاقات جوجل بلاي عفوا، وبامكانك تسحب رصيد بايبل. يعني انت بتسحب السحوب يلي بدك اياه، السحوب يلي بيلزمك. اوكي اصدقائي، طبعا رح نشوف. مثل ما شايفين صار عندي 2600 جوهرة. يعني مثل ما حكيت هدول كل الخانات هدول بيلزموكم. هون رح تنتقلوا من خريطة لخريطة كل ما بتزودوا العمق اكتر واكتر، وهون رح تفتحوا عدد من السمك. يعني مثل ما شايفين هون عنا السمك هذا 50 اذا بتصيدوا منه، هذا السمك اذا بتصيدوا منه 50، وهذا السرطان 50، وهي السمكة 50، وهي السمكة 50، وهي السمكة 50. يعني مثل ما شايفين بصراحة يعني انتو راح تاخدوا رصيد كتير كتير كتير. ومثل ما شايفين حاطيلكم اشارات، يعني هدول السمكات اذا بتصيدون على كل سمكة راح تاخدوا 100 جوهرة. يعني في حال انتو رفعتوا الليفل شوي اصدقائي، ومثلا العمق كترتوا العمق شوي وكترتوا عدد السمك شوي، فراح يصير عندكم يعني ارباح ان شاء الله هائلة بالنسبة للجواهر. اوكي اصدقائي، طبعا هذا كان كل شيء بالنسبة للتطبيق. تطبيق العمل عليه سهل جدا، استغلوا الفرصة، التطبيق جديد. بتمنى تدعمونا بلايك واشتراك للقناة اصدقائي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.